منها تو بريزونطاسيون هاد بريزونطاسيون نورمالمون كنديرو فيها ساعه غادي نحاول نديرها فاليو سيتادير انك انا ما فهمتيش كلشي 100% سي با غاف غير اهم حاجه خصك تفهمها اليوم هي ان كاينه اون اوبورتونيتي باغ ان كاينه اون اوبورتونيتي شنو غير باغ الا فهمتي هادي باغ عليك علاش كنتلاقاو كل حد كل سبت في الرباط كل حد في غزه كل حد في اكادير كل جمعه في طنجه تقريبا دابا في جميع المدن المغربيه كنتلاقاو اون فوا شاك سيمين دونك اول حاجه كي تا انا في مدينه بارسلون عيطوا لي في سبتمبر 2011 عيطوا لي بور لا بروميير فوا تما كنت جالس قلت لي جالس نتايا تاعنا تعطلوا عليا او صاح دو هادي ولا كاين ناقصه بون لي كونديسيون كانوا جوليا ماشي هما هادوك ولكن جيت قلت شنو قلت في راسي انا جيت باش ما نسمعش ضيعت الوقت نسمع هذاك السيد شنو كيقول ياك نسمع من اتل زيد وما عندي شي سؤال نطرحه وهادشي اللي غادي نطلبو انا منكم واحد الحاجه بالنسبة لي أنا بيرسونيلمون هادوك لي 40 مينوت لي كنهضر لك عليهم اللي ديتها في اسبانيا في مدينة بارسلونة في سبتمبر 2011 ما تنزلش ليا علاش؟ حيت داك لي 40 مينوت بدلوا المجرى ديال الحياة ديالي كاريمون من أثر زاد الحمد لله بوزيتيفمون وبما أنها بدلات المجرى ديال الحياة ديالي تقدر تبدل المجرى ديال أي واحد جالس دابا في هاد لاصال وكيما نتوما علاش كنتو كتسعينو ديجا برا حيت كانوا هنا الناس كنحتفلوا بهم تبدلات المجرى ديال الحياة ديالهم كانوا هنا اللي جايين من ورزازات من اكادير فين انا كيدير اكادير اكادير جايين ناس من كازا من طنجة من المغرب كامل اليوم جاو علاش اليوم انتم فوزيت انفيتي بور لا بروميير فوا سي جورني سبيسيال ماشي غير اون بريزونطاسيون هادي كانت اون فيت اي اون فا بارطاجي افيك فو هاد لو بروجي باش عرفو دو كواي ساج اول حاجه انايا لاحظت كيما كنت جالس بور لا بروميير فوا لاحظت شنو مكتوب بور لا بروميير فوا اول حاجه شفتها لاحظت شنو مكتوب تما شنو مكتوب لي زونتربرونور ديال لو سيكل 21 هنا كاينين دو مو جوج ديال الكلمات لي زونتربرونور ديال لو سيكل 21 سيتادير حنا شنو كنديرو كنديرو المقاوله ولكن شنو المقاوله المقاوله ديال القرن ال 21 ماشي المقاوله ديال القرن ال 20 علاش لو موديل ايكونوميك الى شونجي الى شونجي لو موديل ايكونوميك تبدلات بزاف ديال الحوايج تبدلوا في الحياه كاين بنادم دابا غير في دارهم شحال هادي 20 عام 30 عام 40 عام 50 عام كانت شويه صعيبه انك تسمع واحد سيكال في الدار وقدامو بيسي يقدر يفاكتوري دو لارجون كي ربح دابا كنعرفوهم جالس في دارو يقدر يعني لو موديل ايكونوميك الى شونجي كاريمون ولكن واش ليكونومي واش حنا بدلنا ادابتينا على هذا الموديل ايكونوميك ولا لا باغ اكزومبل شحال هادي انت ملي كنتي باغي تسافر كتبغي تسافر فين كتمشي كتمشي لاجونس دو فواياج دابا الاغلبيه ملي كنبغيو نسافر كندخل للانترنت كتلقى لي سيت ويب كيتقاتلوا باش يعطيوك لو ميور بري ما تحتاجش تمشي لواحد لاجونس دو فواياج بوغ اشتي واحد بيي دافيون ولا اوتيل ولا هذا داكشي كلشي كاين في الانترنت سيتادير ان هادوك الناس اللي كانوا لا غير ديالهم انهم يديروا اجونس دو فواياج كلاو الدقه كلاو الدقه علاش حيت لاجونس دو فواياج بزاف كتعرفوا شحال من اجونس دو فواياج كاينه في الحومة 50 60 قليل قليل علاش لان صافي الناس ولاو كيوعاو بدوطخ ميثود اللي جابتهم ليكونومي نوفيل اوكي دونك هذا هو لو مومون هيستوريك بريزون اللي كنعرفوا ان كنسمعوا بكلمه لي فايت لا كريز كلمه كنسمع خص عيس عاد شحال التلفازه غتسمع ان كاين واحد الحاجه سميتها لا كريز ولكن هاد لا كريز ترى كنسمعها ملي مثلا بارسلون جالس في داك لو بوست دو ترافاي لان انا قريت سنين في حياتي باش نجلس في واحد لو بوست دو ترافاي واحد لو بوست دو ترافاي ولكن ملي جلست في لو بوست دو ترافاي عرفت انه بوست دو ترافاي بوست ان بوست سيتادير انك انت راك مبوستي هاد الكلمة هادي مكنتش كنفهمها انا قبل قريت طول حياتي باش نوصل انني نخدم عند واحد اخر عرفتي علاش حيت سمعت والديا من صغري من صغري والديا كيقول لي قرا اولدي باش شنو باش تخدم قرا اولدي باش يعينوك في شي شركه مزيانه ولا يعينوك في الدوله ولا يعينوك جامي لا في سمعت في صغري قرا اولدي باش تولي مقاول كبير وتخدم عند الناس انا ما سمعتهاش في المدارس ما سمعتهاش ملي قراوني في المدرسه قراوني الوظيفه ما عرفتش نتوما واش قلنا قراو عليكم شويه انا كنهضر دابا على الاكسبيريونس بيرسونيل ديالي نبارطاجيها معكم انا قرا ما قرا قراوني الوظيفه شنو بغيتي تولي ملي تكبر طبيب تقرا الطبيب باش تخدم ما قالوا ليش واش بغيتي تكون عند الكلينيك ديالك اجي غنعلمك كيفاش دير الكلينيك ديالك نو عند المقاوله ما كنقراوهاش عليها دابا كنسمعوا بديك الحوايج كيوقعوا اللي حنا ما كنكونتروليوهمش الحليب اللي كيطلع له البري ديالو الزيت اللي كيطلع له البري ديالو ليسانس اللي كيطلع له البري ديالو واش انت كتكونترولي هاد لي بوان نو ولكن تو دو باي
في دول تانية إحنا ما عندك ما ندير واش حنا نقدروا نكونترولوا هذه المسائل هذو هذا هو لو مومون هيستوريك 13. اوكي قبل ما ندوز نعرف على الشركه ديالنا اللي هي العشرة عالميا على هذا هذا سوكسي انكرويال سي بور لا بروميير فوا كتانستالا في المغرب دون فاسون ليغال باش نعطيكم من بعد لي ديتاي ديال هذه الشركه من ا تال زي. يا قبل ما غادي نهضروا على دي كونسيبت ضروري نهضروا عليهم ضروري دي كونسيبت ضروري الا فهمناهم غنمشيو بعيد في هذا البروجي ونعطيكم واحد الميساج واحد اخر ماشي كيف هذا البروجي في الحياه دي كونسيبت انا فادوني في حياتي كما كنت قبيله ما شي حوايج ما قراهم ليا ما قريتهمش في الصغير وليت كنقراهم على لاج دو 31 ان منين تعرفت على هاد الاوبورتونيتي هادي حبايبي بديت كنقرا في كيفاش انت تولي كتفهم في الاقتصاد ماشي الاقتصاد العالمي وداكشي انا ماشي شغلي الاقتصاد ديالك انت الاقتصاد ديالك باش منين توصل ل 50 60 عام خدا الله العمر ما تكونش الله كيجبتي غير التعادل كما الاغلبيه في الناس اللي كتعرفوهم صافي كيوصل كيجيب التعادل ديالو. قبل ما نهضروا على هاد المسائل هادو غادي نهضروا على واحد السؤال اللي تطرح عليا حتى انا ملي كنت جالس بور لا بروميير فوا كيما انت دابا جالس تطرح عليا انا وملي تطرح عليا انا طرحت على راسي جلست بحال هكا كنخمم السيد كيهضر انا كنخمم مع راسي وطرحت على راسي هاد السؤال ما كرهتش كل واحد يطرحو على راسو الا كان لو طون اي لارجون ماشي عائق في الحياه ديالك. اتونسيون السؤال ماشي كنقول لك كان عندك الملايين ولا الملايير اش غادير بهم حيت حنا هذاك هو الغرض ديال اغلبيه الناس هو الفلوس فلوس كلشي كيجري والطوموبيلات والهيك ما يتضرر على وداش على الفلوس كنقرا وهذا كلشي على وداش على الفلوس ولكن نسينا واحد العامل اهم من الفلوس اهم من الفلوس شنو هو لو طون لو طون اتمن من الفلوس. دابا انا غنجي عند السي ابراهيم الكاوي وغادي نقول لك باغي الفلوس غيقول لي اه غادي يقول لك عشرة دير اخ السي ابراهيم غنعطيك 10 مليون في الشهر 10 في الشهر وغنسد عليك في واحد البيت فيه 2 متر على 2 متر 30 عام تسني معايا الكونترا ما يمكنش علاش حيت لو طون نزيدو غنزيدو 10 مليون 25 مليون في الشهر تسني لا ليبرتي ما عندها ثمن ما عندها ثمن عليها ما كرهتش انت تطرح راسك هذا السؤال الا كان عندك الوقت الكافي حيت انا فاسولوني تطرح عليا سي لا بروميير فوا فين سمعتو ولكن سي لا بروميير فوا اللي كان ريفليكسي يعني كنشد انا فريمون كنطرحو على النفس ديالي. الا كان لو طون اي لارجون ماشي عائق في الحياه ديالك مش يعني عندك الوقت الكافي والمال الكافي واش داك لالارم اللي انت دايرها مع السبعة الصباح غدا غديرها مع السبعة الصباح ولا تزيد واحد ساعتين ولا ثلاثة واش داك البلاصة اللي كنتي انت ناوي تمشي ليها باش تخدم يمكن عند واحد اخر واش هي اللي غتمشي ليها واش وليداتك اللي كيقراو في داك المدرسه اللي انت ما كرهتيش بدلها لهم غتخليهم فيها يمشيو ليها لا غدا لا غتني ولا غتمشي تبدل لهم المدرسه واش داك الوضعيه ديالك انت حيت حنا ممكن تقول لي انا الحمد لله وهذا ولا اخر ما كاين مشكل مزيان بزاف الناس عايشين مرتاحين ولكن علاش ما نرتاحوش اكثر ويكون عندنا الوقت يكون عندنا الوقت كيل سو لي زوبسيون اللي غيعطيوك الوقت والمال هذا السؤال تا هو واحد اخر طرحته على راسي لقيت راسي انني قريت سنين في حياتي باش ندوز في داك باش نجلس في داك لو بوست دو ترافاي ديال لاركيتكتور دانتيريور واو قريت طول حياتي مشيت جون لاسباي بوحديتي قريت راسي وجلست في واحد لو بوست دو ترافاي مي واحد لوقي زعما معزز مكرم عندك ان سالير مزيان في سونتر دو بارسلون شركة مزيانة أول حاجة من تعينت في ذاك الشركة عرفت شنو درت؟ هزيت التليفون وعيطت لجداتي كنقول لها أمي قلت لها أمي خدمت في من أحسن الشركات ديال ديزاين دانتيريور عرفتي علاش؟ حيت هي اللي من صغري وأنا كنت معاها كتقول لي وقرا ولدي باش وين تكبر تخدم قرا ولدي باش وين تكبر تخدم دونك أنا شنو درت؟ لبيت الطلب لبيت الطلب منين خدمت شديت التليفون اول وحده غنعيط لها نقول لها خدمت في وحده من احسن الشركات هي جداتي اللي ربتني ولكن من بعد اكتشفت انني خدمت في ان سيستيم لينير سيتادير انني هذا هو لو كونسيبت اللي غادي نستافدو ان شاء الله بهذه العشيه سيتادير انك لينير سي كوا هو انك خصك دير واحد لاكسيون باش تاخذ المقابل ديالها خدام في ان سيستيم لينير ماشي في ان سيستيم ريزيدوال ما كنتش عارف ان عندي اون بوسيبيليتي انني ندير ان سيستيم ريزيدوال هو اللي ان شاء الله اليوم سواء حنا غنقدموا لكم هذا البروجي غنقدموا لكم هذه الشركه اذا انت في الشركه
الشركه ولا ما تانتريسيتيش الشركه لو بلوز انتريسون اللي غادي تخرج به اليوم كريزولتا هو انك غتعمق وغتولي كتعرف ان كاين واحد الحاجه سميتها لو سيستيم ريزيدوال اللي غادي نهضر عليه من بعد. اهم حاجه استفدت عليها في 40 مينوت اللي دوزتها في برشلون في سبتمبر 2011 لي زوبسيون اللي عاطينا دابا لي زوبسيون اللي انت كتعرفهم باش تحسن الوضعيه ديالك الماليه باش تحسن الوضعيه ديالك الاقتصاديه. شنو لي زوبسيون دابا اللي انت كتعرفهم مزيه مثلا دابا انت مزيه محتاج فلوس غدا. اول حاجه كتطيح الفراش ليه الكريدي لي زيكسبير في الايكونومي كيقول لك ان الكريدي هو الاعدام للفقير. علاش؟ حيت شكون اللي داير داك الكريدي؟ شي واحد عنده فلوس. ناس اغنياء كيتاجروا فلوسهم ودايروا واحد الحاجه اللي سميتها كريدي باش انت تمشي تاخذ داك الكريدي ياك وتاجر فلوسهم. ولكن انت شنو كدير في الاول؟ كتكون فرحان داك الكيساس من بعد الحاجه الوحيده اللي كديرها انك كتخنق راسك. هادشي يمكن تقريبا بلا ما نتعمقوا فيه اغلبيه فينا عارفوا امبلوا صورته تعبر عن نفسها. يعني شكون فهاد الجوج اللي هو فريمون كيحقق باغي يحقق الهدف ديالو؟ هذا هو اللي كيحقق الهدف ديالو ولا هذا؟ هذا موظف خاصو عنده واحد خاصو يخدم من 8 حتى 12 جوج عنده واحد لوغيغ فيكس خاصو يحترمو. وكما كيقول روبرت كيوساكي اللي من بعد غادي نهضرو عليه واش عرفتي واش كيقول روبرت كيوساكي؟ هذا هذا النكست بير في الايكونومي. يعني ميسي كتعطيه كرة كيما كيبيت باش الناس ديال مدريد ما يتقلقوش. كريستيانو رونالدو كتعطيه كرة هو كيما كيبيت. هادو دي زيكسبير في الدومين ديالهم. هاد السيد روبرت كيوساكي قيدوها لعندكم يتقيدو روبرت كيوساكي الدولار كيعرف يخرج منه دولار واحد اخر او تخطى غلطات حالا باش انسيست على دو بوان اكسبير في الايكونومي. وفي الكتوبة ديالو كيعلمك شي حوايج اللي نتايا ما علموهالناش في المدارس. فواحد الكتاب ديالو سميتو لا كونسبيراسيون دي ريش شنو كيقول؟ كيقول لك انا دوماج الاغلبية فينا 90% ديال الناس كنقراو طول حياتنا باش نوليو بياسة. اتونسيون على هاد لو بوان كتولي بياسة فواحد لامبريمونت اللي كتامبريمي دو لارجون واحد اخر. انت كتكون فيها بياسة وكتقاتل وتنوض تقرا وسط الصباح وتقرا وهذا باش تاخذ ديبلوم. وداك الديبلوم خاصك تعمر واحد السي في باش مؤخرا الفيلم كيكمل انك بياسة كتخدم فواحد لامبريمونت اللي كتامبريمي لعبير واحد اخر. الا كنتي موظف عادي راك بياسة صغيرة. الا كنتي انجينيور مفركع شاد نص لامبريمونت ولكن راك بياسة. كيقول لك ان مول داك لامبريمونت ملي انت كتكون فيها بياسة مرة في الشهر كياخد جوج ثلاثة الوريقات. إلا كنتي بياسة صغيرة كيعطيك جوج ثلاثة الوريقات مرة في الشهر. إلا كنتي قلنا شاد نص فلان بريمونت كيعطيك 10-12 ورقة لأنك شاد نص فلان بريمونت مرة في شهرين ثلاث شهور كيدير لك شوية زويتة باش تبقى كدور وديك البياسة تبقى كيقول لك شنو دير هاد الجمعة هادي ما تجيش ياك. ومرة في العام كيقلع داك البياسة ويقول لها شنو ديري سيري المرتيلي يضربك شوية ديال واحد 20 يوم 25 يوم يضربك سجية ديال الباكونس. ولكن شنو غادي يوقع لك من موراها؟ خاصك داك البياسة كتجي كتلصق عاوتاني في داك لامبريمون وكتدور دور عام عامين 50 10 سنين 15 عام 25 عام 35 عام البياسة اش كيوقع عليها؟ كتصدى خاصو يحيدها. اوكي لصق بياسة واحدة أخرى. علاش ما كيعلمولناش أننا حنا نكونو هما مالين لامبريمون؟ هذا هو لومبلوا اللي كيهضر عليه روبرت كيوساكي. لي كاتر أوبسيون باش دابا تتحسن الوضعية ديالك المالية. هادشي اللي كنقراوش في المدارس. لي كاتر أوبسيون لانفستيسمون troisième option l'investissement. Si les experts économiques disent que l'investissement ça marche dans le cadre de projet, ça marche dans le cadre de franchise McDonald's Smith, ça marche avec la chèque café. Mais pour dire que McDonald's خصك 800000 دولار chiffre réel خصك 800000 دولار. خليني McDonald's قهوة ام حلابة لي ضروري خصك راس المال باش دير شي بروجي اللي هو ديالك. دونك لانفستيسمون المشكل واش دابا داخل عليكم بالله في المغرب ما كاينش عندنا ناس اللي هما نابغه وعندو طموحات وعندو داك كرياتيفيتي ولكن يمكن يموتوا ما عمر نسمعوا على سميتو شكون هو سي تري بوسيبل. علاش؟ حيت عمرو ما لقى الامكانيات باش يفينونسي داك الافكار اللي هما عنده. لوبورتونيتي ديال السيكل 21 سانكيام اوبسيون لي زيكسبير في ليكونومي. اتونسيون اليوم غنهضرو على واحد الحاجه اللي يمكن انت فايت سمعتها. نهضرو على واحد الحاجة اللي هي سانكيام اوبسيون يمكن انت فايت سمعتيها تخي بوسيبل. ولكن اليوم غنهضرو على لا ميور لان هاد السيستم اللي غنهضر عليه اليوم تكريا سنة 1949
وبقى غادي كيتحسن 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 حتى لي زاني 2000 باش يجي للمغرب اكطويلمون باش يلاه يديماري في القاره الافريقيه اترافير لو ماروك. دونك لوبورتونيتي ديال السيكل 21 حنا كنهضروا هنايا على لو ماركتينغ دو ريزو نيتورك ماركتينغ ماركتينغ ريلاسيونيل التسويق الشبكي بزاف عندو بزاف ديال الاسماء ولكن حنا ما نهضروش على التسويق الشبكي اللي كتعرفوا انت غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي هي اكسترا اوردينير اللي جعلت ان الناس اللي محاضرين معنا اليوم مختلف للميتي مختلف الناس اللي اليوم قدمناهم ديميسيوناو لانهم عندهم دي ريزولطا ناسيونال دابا ما بقيناش كنهضروا بحال هادي عامين كنهضروا على لا بروميير بريزونطاسيون كنهضروا يعني كنهضروا على واحد الحاجه اللي غادي تجي للمغرب اللي هي الشركه ديالنا اليوم كنهضروا على حاجه اللي هي واقعيه جاي كوميرسياليزاسيون تراديسيونيل هو داكشي اللي انت ديجا كتعرف ان برودوي مثلا بورطابل عندك في جيبك كيخرج من لوزين باش يوصل للكونسوماتور فينال اللي هو انت انت كتمشي تخلصو 100% ديال القدر ديالو ولكن ما وصل لك نتايا حتى لازم دي كروسيس ترونسبور بوبليسيتي اي ماكازان بيان سور هاد الناس لي زيكسبير كيقول لك انهم كيحتافظوا على 64% 64% وانت هو لو كليون فينال اللي كتشد اخر واحد في داك السيركوي هو نتايا اللي كتجي كتخلص 100% في داك القدر ديال البروفيت هاد لا ميثود دو كوميرسياليزاسيون بقات غير كتبدل 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 تجربتنا اليوم لا ميور انك انت كتدخل اكسيونير في الشركه يعني ماشي كتشري ان برودوي باش تعاود فيه البيع حيت الا شريتي برودوي وعاودتي فيه البيع راك كنهضروا على المقاوله ديال القرن العشرين حنا اليوم كنهضروا على شنو المقاوله ديال القرن الواحد والعشرين توتالمون ديفيرون اي تري 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 امبورطون اللي هو لوزين الكونسوماتور فينال انت كتحتفظ انت اللي جالس هنا كتحتفظ على 64% من قدر داك لو برودوي مي 64% اللي كتعطيك لانديبوندونس فينونسيال دو 2 ا 5 ans نشرح كيفاش لي زيكسبير اللي هضرت عليهم قبيله يعني هاد لو سيستيم يعني انا ملي كنت جالس هاد الجلسه اللي دابا انت جالسها بور لا بروميير فوا وخرجت من داك الباب جي كونسولتي بيان سور لقيت مع الناس وكونسولتيتهم من بعد لقيت ان هاد الناس كيقولوا لي لا ورا لا ورا هادي ولكن هاد الناس اللي انت كتكونسولتيهم يعني دابا انت بغيتي تكونسولتي شي حاجه على الطب ما تسولش جارك مشي شي واحد كيفهم في الطب اللي هو اللي غادي بغيتي شي حاجه في الهندسه غتمشي عند شي واحد في الدومين ليكونومي شكون غتسول انا شنو درت احسن حاجه درتها في حياتي مشيت سولت الناس اللي كنعرفهم عارفهم ماشي في هذا الدومين هذا سولت دي زيكسبير في ليكونومي واحد ذكرته قبيله هو روبرت كيوساكي روبرت كيوساكي عنده واحد الكتاب سميتو الاب الغني الاب الفقير باغيش بيربور كنصح اي واحد فينا وفيكم اللي قالت هنايا اننا نقدروا نقراو لانه هو بيرسونيلمون بالدقه هذا الكتاب كيقريك داكشي اللي ما كيتقراش في المدارس كيقريك على الفلوس باغيش بير بوف كيوريك لا ديفيرونس اونتر لو بوف اي لو ريش كيقول لك ان هذاك لو بوف شكون هو داك الانسان اللي طول حياته كيبقى تابع الفلوس و لو ريش شكون هو اللي كيدير داك النصيحه اللي والدينا كيقولوا لينا وكنا كنسمعوها ولكن ما عرفناش وما علموناش كيفاش نديروا ليها عرفتي شنو هي النصيحه خدميه صغري على كبري هذاك لو ريش شكون هو اللي كيدير شي حاجه صغرو مزيان كيزرع باش كيبقى طول حياته غادي والفلوس تابعينو حيت ديجا دار واحد لانفستيسمون روبرت كيوساكي هاد بيغيش بير بوف الكتاب عنده اكثر من 30 مليون كوبي فوندو هنا كنهضرو على ان بيست سيلر واخا عند بول سين بيلتسر بول سين بيلتسر شكون هو هذا هو الكونسيي ديال لا ميزون بلانش ديال لي زيتازوني كان ديجا ياك ديال دو بريزيدون سيتادير هو اللي كيجيري ليكونومي ديال لي زيتازوني اش كيقول بول سين بيلتسر كيقول لك باسكو لو ماركتينغ دو ريزو اي كاليفي بور اتر لو كوميرس لو بلو بروفيتابل اي كيتابل ديال لو سيكل شنو 21 يعني وغادي تلقى دي فيديو في الانترنيت بيل كلينتون خرج واحد النهار كينصح بهذا البروجي بيل كلينتون سيتادير كينصح الشعب الامريكي كيقول لهم سيتي اون التر لو ماركتينغ دو ريزو سيتي اون التيرناتيف بويسونت pour améliorer la situation économique. Quels sont les experts qui sont en train de le linéaire et le résiduel. Le système linéaire et le système résiduel. Le linéaire, c'est quoi? C'est que quand tu as un flux, tu as fait un produit pour avoir un revenu linéaire. Il y a le produit qui prend la ligne et qui te service. Un poste, tu as un poste, tu as un poste. Il y a un poste de travail, tu as un dire. لاكسيون لينيير اللي هي تمشي لك البيرو ديال يعني تبدل الوقت ديالك بالمال لو سيستيم ريزيدوال سي توتالمون ديفيرون هو داك الحاجه اللي كانت واحد الخدمه اللي كنديروها اون سول فوا في الحياه متقوله ومحكومه وكتعطي لها
ديبوندونس فينونسيير دو 2 ا 5 ans. السيد قال لي وتموت تموت ومازال كتخلص الفلوس. قلت له واش غدير؟ انا ما كنعرف حتى واحد حتى شي خدمه ما حسن ومازال كيتخلص عليها. قال لي وي كتعرف كتعرف بوب مارلي، كتعرف مايكل جاكسون، كتعرف إلفيس، هادو ناس ماتوا مي مازال كيعشرو السلايات ديالهم هنايا. كاتب كيكتب كتاب شحال مره كيكتبو؟ كيكتبو غير سول فوا، ولكن كتب كتاب محكوم تقول خدمه محكومه متقوله كديرها اون سول فوا وحكم ما كتعرفو شحال ما تباع داك البرودوي. بحال باولو كويلو مثلا كتب لها شي نيس شحال مره كتبو؟ كتبو اون سول فوا. هو دابا عنده لا ديبوندونس فينونسيير، عاش في البرازيل شحال ما تباعو الكتوبه ديالو، شحال ما هو عنده الرويال تيز. لو ريفوني لينيير لو ريفوني الى ليميتي، حيت تا في الي كونترولي. علاش الى ليميتي؟ حيت ما كنقدروش نخدمو اكثر من 24 ساعه في النهار. ها انت دابا مثلا اليوم مثلا اليوم الاحد حيت تموتيفيت تموت صافي موتيفي وقلتي اش غدير غدا صافي غنمشي لذاك البيرو غادي نخدم مزيان غنفرق على المسائل وهذا والاخر وصافي موتيفي صافي الشهر غنبقى في بلاصتو. علاش؟ بغيتي تزيد الفلوس غتقول للشيف ديالك بغيت نزيد ساعتين ثلاثة د السوايع. شحال واش تقدر تضرب الصالير ديالك في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة؟ لا، حيت النهار فيه غير 24 ساعة إلى ليميتي. مي طافي لي كو طافي لي كونترولي باغ لي زوطخ. يعني دابا نتايا عاوتاني تموتيفيتي اليوم وقلتي علاش غدير؟ اليوم غنعيط للشيف ديالي غنقول له شوف السمانة الجاية راه ما جايش الخدمة ما يمكنش. علاش؟ حيت لو كونترول ما عندكش انت، حيت تيليكوموند ما عندكش انت، تيليكوموند عند ان اوت. كنخدمو من 8 ل 13 ساعة في النهار اوري فيكس من 30 حتى 40 عام باش كناخدو اون روتريت. لو سيستيم ريزيدوال، لو سيستيم ريزيدوال هو داك لو ترافاي اللي كندروه اون سول فوا في الحياة، نتقول محكوم وكيعطينا لا ديبوندونس فينونسيير. هاد الناس عندهم دي ريفوني ايليميتي، حيت شحال ما تبع داك الكتاب شحال ما كتدخل دي ريفوني. تو كونترول تا في. على ود هاد لو بوان دخلت انايا لهاد لو بروجي، حيت انت اللي عندك التيليكوموند الحياة ديالك، انت اللي كديسيدي نهار الاثنين فين تمشي، واش تخدم ساعة ساعتين واش ما تخدمش داك الاثنين. انت تو كونترول تا في. احسن حاجة في هاد لو بروجي كنخدمو من ساعة حتى ساعتين في النهار، ماشي كيما انت تو كونترول تا في كتقدر تجريها. عندك ست سوايع ليبر في السمانة tu peux faire un autre projet. Indépendance financière de 2 à 5 ans. Il y a For Life Research. هي الشركة العاشرة عالميا، شركة اللي عامر عامر عام دايرة اون كرواسونس انكرويابل، اللي جبناها المغرب هادي 2 سنين. ملي كنقول جبناها هادي 2 سنين ماشي بدينا هادي 2 سنين، سينو هادي 2 سنين حنايا خدامين في لانستالاسيون ديال لا لوجيستيك دو بروجي ديال لا ليغاليتي دو بروجي، المسائل القانونية. السياج تبارك الله عندك تسخت في طنجة، السياج اللي هو ديال فور لايف على الشين ناسيونال، باش انت إلا بغيتي تكون مقاول في هاد الشركة تكون مقاول بطريقة قانونية. شنو هي فور لايف ريسيرش؟ فور لايف ريسيرش لو كرياتور ديالها ديفيد امراتو بيانكا ليزومبي. ديفيد ليزومبي 30 ans d'expérience في المجال ديال ليكونومي. هو شنو كيشد؟ كيشد كبار الشركات اللي عندهم مشاكل اقتصادية، كيدير معاهم كونترا دو 2 سنين، كيخلي الشركة واقفة على رجليها وكيقول لها دابا الله يعاون، كيدير لها اون استراتيجي ايكونوميك. كيمشي للأطباء، الأطباء كيقولوا له خاصك تعاطى لواحد لو تخيتمون، ولكن هذا لو تخيتمون هذا غير يخفف عليك. هو شنو؟ هو عنده الملاهي وديجا دار دي ريشيرش باش يوصل لواحد لو برودوي اللي غادي نهضروا عليه اليوم. هاد لي ريشيرش اللي دارهم ماشي هو اللي دارهم، دارهم 19 سيونتيفيك من لي ميور سيونتيفيك دو ليبوك باش يوصلوا لو ترانسفير فاكتور. واحد الحاجه فلاص هما ما يمشيو عند البروبليم اللي عنده، مشاو للمناعه باش يقويو ليه المناعه، والمناعه اوتوماتيكمون هي اللي غتحكم في البروبليم. والمناعه كما كتعرفوا هي اللي عندها علاقه تقريبا ب 90% ديال لا سونتي. باش يقوي المناعه هاد لي سيونتيفيك تكونسونطراو على واحد الحاجه اللي حنا معروفه عندنا، واحد الحاجة اللي كتجي 3 ايام في الطبيعة وكتغبن، اللي هي اللبا، الحليب الاولاني ديال الماميفير ديال الام. كتعرفوا ان ديك 3 ايام الاولانية ديال الرضاعة شنو كدير؟ كتقوي المناعة، كتعطي واحد المناعة انكرويابل لذاك لو بيبي. هما شنو خداو؟ موليكول من الحليب الاولاني ديال البقرة، موليكول من المح ديال البيض، وتريطاوهم بلا نانو تكنولوجي، لا تكنولوجي بلو بريسيز باش كيوصلوا ان ريزولتا ديال 437 بورسون في السيستم ايميونيتير. اليوم باش ما نطولوش عليكم ما نهضروش على البرودوي ونتعمقوا فيه وشنو من هاد الترونسفير فاكتور. فور لايف درت اكثر من 150 برودوي، 150 برودوي كلهم عندهم علاقه بالمناعه افيكاس. واخا
نوقف على لي برودوي حيت غادي ناخذ كل برودوي خصني ساعتين باش نشرحو. اليوم غنهضروا على غروسو موضوع لو بروجي باش الا كان لانتيري في لو بروجي ندير واحد البليصه واحده اخرى ونهضروا على لو برودوي. علاش؟ حيت لو برودوي هو لو بلوز امبورطون في لو بروجي كامل. بيان سو ان برودوي سوليد وي شركه سوليد. علاش الشركه الي ديزيام مونديال غير في 15 ans ديكزيستونس. فور لايف كانت كريا سنه 1998. لو كرياتور ديالها كما قلنا هو ديفيد ديزوربي. دابا هو منين لقى الصحه ديالو داك لو برودوي شنو قال؟ قال انا هاد لو برودوي هذا غادي نبارطاجيه افيك تو لو مون بما انه نفعني يقدر ينفع الناس كاملين. ولكن باش دار داك السيستيم ما داش السيستيم انه داك البرودوي يجي يحطو لك في جيبك دابا ولا يبيعو لك باش انت تعاود فيه البيع. حيت هو عارف انك تقدر تعرف تبيعو تقدر ما تعرفش تبيعو. دارو بلو سيستيم ريزيدوال اللي غادي نهضر عليه دابا. فور لايف بدات سنة 1998. اتونسيون دابا غنهضر على لو سيستيم خرج للمارشي سنة 1998 يعني 5 سنين الاولانية ديال فور لايف. فور لايف في مجلة اي ان سي 500 دارت 6000% في الشيفر دافير. انكرويال وكتجي ليها كانزيان. تخيل معايا دابا انا وياك نكرييو شي شركة بشي برودوي والشركة ديالنا في 5 سنين تولي ليها كانزيان. نزيدك حاجة أخرى 14 لي بوين من فور لايف ما عندهم حتى علاقة ني بلا سونتي ني بلو سيستيم ريزيديوال. دونك اللي تيكلاسي بروميير في الدومين ديالها. كاين بزاف ديال الريكونيسونس باش ما ناخدش منكم وقت كثير. مثلا نكسيرا هاد نكسيرا عندها كريتير دو سيليكسيون. الشركات كتقول لهم باش نعترف بك سير زدت 14 سنين في المارشي عاد جيني نعترف بك. علاش؟ حيت كتعرفوا ان كاينين دي برودوي بحال ديال فور لايف اللي هما 100% بيو 0% ديفي سكوندير. ولكن لي زيفي سكوندير كيبانو ا لون تيرم. دونك نكسيرا كتقول لهم سير زدت 14 سنين في المارشي عاد جيني نعترف بك. فور لايف في نكسيرا نكسيرا.com غادي تدخلوا غادي تلقاو انها اكتويلمون يعني ديزيام مونديال وعندها غير 15 ans في ليكزيستونس. كاين لو بري دو تا سونتي. لا سونتي ديالك شنو الثمن ديالها؟ قبيله سي ابراهيم كاوي سولت طرحت عليه واحد السؤال 25 مليون ما تسنيش معايا ما تدخلش لك ياك واخا شحال تبيع ليا كبده دابا شحال كلوه شحال والو. الصحه ما عندها ثمن. الصحه لو بري ديال الصحه ما عندها ثمن. هنا غادي نهضر على واحد الحاجه عظيمه اللي هي لو بي دي ان. يعني هاد لو برودوي هذا انا النهار الاول ملي شفته قلت هذا باش كون غيضمن ليا واش بيان سور شركه ديزيام مونديال غير في 15 ans غاسا برودوي ديجا هذه المعلومه راه داك البرودوي ما يمكنش يكون خوا خاوي. واخا لي ريكونيسونس سيونتيفيك ديال لا كومباني لو بي دي ان فيزيسيان ديسك ريفيرونس. هاد لو بي دي ان موسوعه علميه كيكتبوا فيها غير لي سيونتيفيك وكيهضروا على لي برودوي افيكاس وكيهضروا على ترانسفير فاكتور كانه افيكاس بزاف ديال يعني الوقايه. الوقايه هذا سي با ان ميديكامون ياك سينو سي ان كومبليمون اليمونتير كيقوي المناعه. والمناعه هي كتحس براسك داك الساعه انت ملي كتكون عندك واحد المناعه قويه كتكون حسن الصحه ديالك 437%. واخا فيزيسيان ديسك ريفيرونس كما قلنا هذه موسوعه علميه غادي تدخلوا غادي تلقاو ان لي برودوي ديال الفور لايف هومولوجي في فيزيسيان ديسك ريفيرونس. هذه ماشي مجله سيداتي كتهضر على البرودوي ولا نو هذا موسوعه علميه يعني كتقول كنانسيستي على هذا البوان هذا. وبيان سور لوزاره الصحه المغربيه باش ندخلوا هذا البروجي للمغرب اول حاجه تزلمنا لي برودوي ديزو وزاره الصحه المغربيه باش انا ملي نهضر معاك على هذا البرودوي تسولني يقول لك شوف اخويا ها هو يعني رسالتي فيا من وزاره الصحه المغربيه كانه مكمل غذائي بحال كتاكل اللوز ولا شي حاجه اللي هي طبيعيه. كومون جو كومونس وهنا باقي ليا 10 دقائق ونختم. كومون جو كومونس وهنا ما كانش نزيدو نتكونسونطرا على واحد لو بوان هضرنا على لي دو سيستيم. دابا غادي نهضروا على انت شنو مطلوب منك في هاد الشركه. تشري البرودوي باش عاود فيه البيع تو بو لو فير سي تو فو ولكن الا شريتيه وبعتيه سي لينيير ولا ريزيدوال؟ لينيير. شحال قدك ما تبيع باش تولي ملاير؟ ما هي وما لولو. علاش؟ حيت لو سيستيم لينيير سي لو سيستيم تراديسيونيل. حنا رجعنا لا كوميرسياليزاسيون ديال لو سيكل 20. اجي نهضر على لا كوميرسياليزاسيون ديال لو سيكل 21. انك انت اللي جالس هنا غادي تاخذ المقاول الشركه تاخذها بسميتك فور لايف. علاش تكرزت 10 عالميا غير 15 عام؟ حيت فهمت ان كل واحد فينا عنده لو دازيغ عنده ان دازيغ وباغي يوصل ولكن ما عندوش شنو اغلبيه ما عندناش شنو الامكانيات. قالت لك انك تقدر تاخذ الشركه ديال فور لايف ب 100 نقطه ولا ب 400 نقطه. سيدي انفيتاك باش ما تدخلش في لي ديتاي دابا غادي يفسر لك سي كوا 100 ام بي اي سي كوا 400 ام بي. هذا هو الانفستيسمون اللي خصك ديرو في هذا البروجي. بيان سور هذا البروجي نو سون دي انفستيسور كان انفستي يعني كتشري الشركه ديالك. ولكن انا النهار الاول ملي هضروا لي على الشركه 10 عالميا وانا غنشري حق الامتياز
قلت غادي يقول لي 10 مليون 5 مليون باش ناخذ الشركه وتكون الامتياز ديالي. من بعد منين فهمت شنو هي 100 الف و 400 الف، قلت وين شركه 10 عالميا انا غناخذ حق الامتياز غير 100 الف و 400 الف. دابا باش نعطيك لي ديتاي ديال هذا ال بي، غير باش يخرج لنا الحساب بلوز او موان ال بي كيساوي دولار. يعني ها انت درتي 100 الف و 400 الف، شريتي الشركه ديالك. دوزيام بوان شنو هو؟ انك تحافظ على ديك الشركه، سيتادير انك مثلا درتي ريستوران، شهر من شهر شنو كدير؟ كتخلص الخدامه، كتخلص الضو، كتخلص الكرا، كتخلص المسائل ديالك، ديال لونتروتيان، لونتروتيان الشركه كله هو 100 نقطة، شنو هما لي زين بي؟ لايف بوينت، كل برودوي عند فور لايف عنده لي بوان ديالو، أنت شنو كدير؟ كنا قبيلة أنت هو لو كونسوماتور فينا، أنت تو أشيت لو برودوي، أنت هو آخر كليون. انت كنتي اشيت ماشي تي اشيت باش تبيع، حيت تبيع قلنا قبيله تو بوغ، ولكن انت تي اشيت داك لو برودوي الا بغيتي ما عندكش مثلا مع البيع تقدر ما تبيعش، غير بلوفيت انك كونسوميتي داك البرودوي عندك 64% ديال الربح اللي كتعطيك لانديبوندونس فينونسيير دو 2 à 5. اوكي هنا غادي نهضروا على لو سيستيم ديال فور لايف. فور لايف منين كدير داك لا كوموند اللي هضرنا عليها كتاخذ ان كود انترناسيونال، كتسني واحد لو فورمولير ليغال ليغاليزين الدولة المغربية، كأنك عندك حق الامتياز، من موراها كتاخد داك لو كود، كتولي نتايا قادر دير البروجي ديالك على الشين انترناسيونال، كتقدر دير البروجي ديالك على الشين انترناسيونال، ها هي عندك الشركة، دابا شنو نطلب منك؟ عندك 9 ديال الطرق باش كتربح الفلوس، لا بروميير مانيير شنو هي؟ هي لا فوت ديريكت، أنا كتشري برودوي من عند فور لايف وتعاود فيه البيع، مي راه اتفقنا على هاد المسألة هي لينيير. لا دوزيام مانيير شنو هي؟ انك دير واحد الخدمه اللي دابا انت كديرها وما كتخلصش عليها، والديك والديا داروها وجدودنا داروها ما تخلصوش عليها. شنو هي؟ هي لا ريكومونداسيون، كتاكل في ريستورون مزيان، مقاد سيرفيس مزيان، الثمن مزيان، وكتمشي للدار وتقول لهم عرفتي شنو؟ واحد ريستورون حلو جديد وراه داك الشيء مفرقع ومقاد وهادي ولا اخرى وتوي كابابل كتشد بعض المرات الخريطه وتبدا الورقه وتبدا ترسم عليه فين جا وكتهذب باش انت تريكوموندي داك لو سيرفيس. هنا شنو كنديرو حنا؟ لا ريكومونداسيون صافي، كانوا ريكومونديو شنو؟ لو بروجي. بغيتي تريكوموندي لو برودوي باش تبيعو سي لينيير، جانسيست على هذا البوان، مي إلا ريكومونديتو لو بروجي كتدخل في لو ريزيدوال. واخا باش توصل أعلى درجة فور لايف، فور لايف فيها 7 ديال لي كراد، أعلى درجة اللي هو ديامون انترناسيونال بلاتينيوم. لو بلاتينيوم إل غاني مش عارفوه، إل غاني 1% شيف دافير ديال لا كومباني. باش توصل لها كاينين دي كريتير بيان سور، خاصها خدمة، خاصها مينيموم 5 ans دو ترافاي. واحد من داك لي كريتير هما لي زاسوسيي اللي خاصك انت تجيبهم لهاد لو بروجي، تريكوموندي لهم لو بروجي. شحال؟ 500؟ 200؟ 400؟ 150؟ نو، 6 ديال الناس. ابارتيغ دون بيرسون كتاسوسي معاك، انت كتولي لو بروجي ديالك الي اكتيف. صافي، المقاولة ديالك بدات على الشين انترناسيونال. ولكن شنو هو يعني ليديال؟ هما 6 الناس، بغيت تجيب أكثر من 6 تو بو لو فير. ولكن أتونسيون غنهضر على واحد الحاجة اللي جعلت أن فور لايف تكون ديزيام مونديال. هاد 6 الناس ما غتجيبهمش باش تبيع عليهم البرودوي، ما غتجيبهمش باش تربح معاهم، نو، غتجيبهم باش يكونوا عقل على هاد الكلمة، غتجيبهم باش يكونوا أسوسيي معاك. يعني أنت ملي غتجيب السيد غيتأسوسيا معاك. واو، سيتادير ان داك السيد اللي عيط ليك وبقيتش جابك باش تاسوسي معاه، عرفتي علاش؟ حيت يربح معاك 2% مونسول. ملي سمعت داك 2% النهار الاول قلت وين انا غنجيب 6 الناس حتى هما غيديروا 100 الف كل واحد وغادي يربح 2% على كل واحد. 2% قليله قليله، 2 دولار ميم با 20 درهم. سيتادير ان انا جبت السيد غنبقى نربح عليه ميم با 20 درهم في الشهر، جاتني والو. ولكن من بعد فهمت ان 2% هي اللي جعلت ان فور لايف تكون ديزيام مونديال، حيت 2% غتجعلك انك انت منين غتجيب شي واحد فريمون غتجيبو باش يتاسوسي معاك، باش تعلمو داك لي زيتاب اللي علموك الناس اللي تانتا جابوك، باش واحد الوقيته هاد 6 الناس هما غيجيبو 6 ديالهم اللي هي 36 فور لايف على الدوزيام نيفو كامل كامل، كتعطيك 25% بور شاكان اللي كتولي هي 900 دولار. اتونسيون تا جبتي 6 ناس ولكن هما بيان سور دوبليكاو. ثروازيام نيفو هاد 6 الناس ملي كيمشيو، دابا مشينا غير على ليكزومبل ديال 6 فور لايف كتعطيك 5% على ثروازيام نيفو كتجي هي 1080 دولار، و 4 نيفو بيان سور هنا راك غادي في لو طون
دازت شهور 8 شهور لان انت ولكن انت شحال جبتي ديريكتومون 6 ديال الناس الكاتريام نيفو فور لايف كتعطيك 12% على كل واحد بيان سور حنا غنمشيو ل 2 زون دو طرافاي لا كنقولو دو 2 ا 50 2 زون دو طرافاي عندك 1296 ديال الناس بيان سور سي با فاسيل الا كانت عندك لا مواتي ديال 1296 ديال الناس راك كتربح لا مواتي ديال هاد لا سوم دارجون 15552 دولار مونسوال زائد هادي زائد كومولا زائد هادي زائد هادي زائد هادي اللي كتولي 18000 دولار مونسوال واحد الحاجه ملي قريت داك 15000 دولار واحد الحاجه قلتها انا قلت واي دابا انا غنولي كنربح 15000 دولار في الشهر تصاتني داك 15000 دولار قلت واي 15000 عرفتي شنو درت حيدتها رجع ابراهيم عيد على 15000 دولار حيدتي 816 مزيان بقى غير 36 سيدي دي جبتي 6 الناس وهما جابوا 6 الناس هي 36 نمشيو حنا نهضروا على اضعاف الايمان خليني من 15000 دولار نهضروا على اضعاف الايمان شحال عندك هنا في التوتال 912 دولار شحال هي بالدرهم 7500 درهم تقريبا ياك واخا السؤال اللي غادي نطرح شحال من عام كنقراو من مور الباك باش ناخذوا 7500 درهم بالضبط شحال من مور الباك كتقرا تقرا من عام 5 6 7 السؤال رقم 2 شحال انا خصني نتعطل باش نجيب 6 الناس 5 سنين كاين اللي كيقول 3 شهور هنا في المغرب كاين اللي دارها في شهر كاين اللي دارها في 4 شهور كاين اللي 6 ديال الناس حنا نمشيو لاضعف الايمان عاوتاني كيعجبني انا نهضر باضعف الايمان يعني انا غنتعطل عام باش نجيب هاد 6 سيتادير شهرين باش نطيح على واحد شهرين وحده اخرى باش نطيح على الثاني هذا وصلت ل 7500 درهم اكسترا يعني هادشي ما كيطلبش منك انك تسمح بخدمتك ما كيطلبش منك انت عندك واحد لو ريفوني اكسترا احسن حاجه شنو هي هاد 36 اللي جاو للسيستيم ما جاوش باش يتشمشوا حتى هما راه كتستخدمين معاهم باش يوصلوا انسي دو سويت 1800 وهي غدا جوسكا لانفيني وباش نختم هاد لو سيستيم هذا فين بدا بدا في واحد الجزيره صغيره في امريكا اللي سميتها بورتوريكو لا ديريير بارتي هي لا اي ان تي لا اي ان تي كل ما كانش لا اي ان تي ما كنتش غادي ندخل هذا البروجي مرة باش اكتشفت ان البرودوي لي اكسترودينير مرة باش اكتشفت بزاف ديال الحوايج كل ما كانش لا اي ان تي لي اليوم ما غاديش نهضر عليها انا كل ما كانش لا اي ان تي لي ديما كنهضر عليها في الاخر ديال لا بريزونطاسيون ما كنتش غندخل فور لايف ولكن اليوم هاد لا بريزونطاسيون اللي كنديروها اليوم لو 2 فيفري الا دخلتوا للانترنيت 2 فيفري 2014 ياك الا دخلتوا للانترنيت ودرتوا عبد الرحيم هلالي غادي تلقاو داير وحده في فيفري 2012 دازت عليها عامين وكان دابا دابا دازت عامين على داك لو مومون اللي كاين في اليوتيوب علاش كنا كنهضروا داك الساعه كنهضروا على واحد لا فيزيون واحد لو غيف كنا كنهضروا على لا اي ان تي دكتور المينيو ليفاريس واحد من داك البلاتينيوم ومراتو ياديرا اوليفو وكنا كنهضروا عليهم وكنبريزونتيهم حيت هما من بورتوريكو و سي سون دي بلاتينيوم واليوم لو غيف دوفيان اون غاليتي حيت اليوم حاضره معنا بيرسونيلمون بلاتينيوم من بورتوريكو يادينا اوليفو سيتادير منين شافو هما هاد ليموسيون منين شافو هاد ليكيب منين شافو ان فور لايف سا مارش في المغرب وانها غادا بدي زيتاب انكرويابل قدرات انها تشد لافيون وتجي كنطلب منكم غتعطيكم 5 ديال الدقائق كلمه باش نختمو لا بريزونطاسيون كنطلب منكم التصفيقات على يادينا اوليفو نوت ديالو انترناسيونال بلاتينيوم Gracias a este excelente plan que nos acabamos. Bueno, ya saben que hablamos aquí de toda la forma como se puede hacer dinero, hay varias formas. Sobre todo en la que se manera pues con control genero de l'argent. Pero en este momento yo te quiero hablar del equipo y del sistema. Bueno, aquí en este momento, en el proyecto, no vamos a hablar de la manera de ganar de l'argent, sino que vamos a hablar de la sino que tiene que dar el equipo internacional. Para los nuevos que no estaban ahorita en el taller. بالنسبه للجداد اللي مازال ما كانوش معنا في لا فورماسيون قبل جداد لي زانفيتي tenemos este manual que es la guía del éxito عندنا هذا لو كيت دو لا ريوسيت aquí está todo paso por paso cómo es que tenemos que empezar a desarrollar este negocio هنا عندنا ايتاب بار ايتاب كيفاش نقدروا نديروا هذا لو بروجي هذا Yo te aseguro que si tú sigues esta guía de la página 1 hasta la última página. Je t'assure que la طبقتي اللي كاين في هذا لو غيد دو لا ريسيت من لا باج 1 حتى لا باج الاخرانيه. Aquí tienen un excelente equipo que está creciendo muy grandemente. Déjà nous avons هنايا واحد ليكيب اكسلونت اللي بداو كيديروا سوكسي على الشان ناسيونال.
El equipo nos apoya, el equipo nos fomenta. Gracias a este gran equipo de INT. Gracias a este gran equipo de INT. Tenemos negocios en 107 países a nivel mundial. El proyecto de INT son 107 países a nivel internacional. Así que solo tú tienes que irte a estudiar. الحاجة الوحيدة اللي خصك ديرها انك تتيتودي هاد ليك La nueva profesión de redes de mercadeo que es la del siglo XXI. La nueva profesión del siglo XXI. Que está siendo más millonario a nivel mundial. La nueva metoda que está creando los millonarios. Con un gran beneficio de poder hacer mucho dinero. بما انك تقدر بهذا البروجي توصل بزاف ديال الفلوس pero teniendo la libertad de disfrutar de los mejores momentos que queramos disfrutar en nuestra vida من غير الفلوس كيف ما بريزونطا لكم هو قبل نهضر على الوقت باش تقدر نتايا تمتع بالحياة ديالك وبالوقت ديالك مع لا فامي ومع الناس اللي نتايا قراب ليك وكتبغيهم Así que date la oportunidad de seguir buscando un poco más de información sobre las redes de mercadeo. أعطي راسك دابا انت بور لا بروميير فوا كتسمع هذا البروجي، أعطي راسك واحد لوبورتونيتي أنك تزيد تبحث شوية في هذا الموضوع، المعلومات اللي أعطيناهم لكم اليوم. Así que mientras vas aprendiendo vas ganando dinero. وهذا البروجي هذا أحسن حاجة فيه هو أنك شحال ما غادي كتعلم شحال ما الريفيو ديالك غادي يبدا يكبر. Un año, dos años en tu vida como quiera van a pasar. عام ولا عامين في الحياة ديالك إلا خلى الله الحياة راهو دايزين دايزين. ولكن إلا بغيتي شي حاجة ديفيرونت في حياتك خاصك دير شي حاجة ديفيرونت في حياتك باش توصل لريزولتا إكسخاوردينار. شكرا.